السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله في الفيديو ده هنشرح بروبلم ذا بلندر. أتمنى بإذن الله تعالى تبقى فكرة جديدة، هي فعلا فكرتها جديدة شوية عن البروبلمز اللي احنا بنحلها مع بعض، فأتمنى بإذن الله تستفادوا منها إن شاء الله. تعالوا نشوف البروبلم بتقول إيه. البروبلم هنا يا شباب بيقول ان في سامانتا كان معاها تاسك ان هي تعمل كالكوليتنج للافريج مانثلي سالاريز بتاع الامبلويز اللي موجودين في الجدول ده، ولسوء الحظ هي ما اكتشفتش ان الكيبورد زيرو عندها ما كانش شغال، فهي بتجمع يعني السالاريز كانت بتجمعهم من غير زيرو، كانت بتجمع السالاريز من غير زيرو. بمعنى مثلا انا لو دخلت 2000 مثلا، واحد السالاري بتاعه مثلا 2200 تمام، فهي كانت بتدخله بس 22، الصفرين دول ما كانوش بيدخلوا في الكالكوليشن بتاعي تمام. فبيطلب مني ان احنا نعمل الديفرنس بتوين الميس كالكوليشن اللي هي عملته والاكشوال سالري، والكويري عايزها بالفورمات ده، عايز الاكشوال سالري يعني الناتج الصح ناقص الميس كالكوليتد افريج سالري، وبعد كده نعمل راوند اب تو ذا نيكست انتجر، يعني عايز يعمل راوند اب تو ذا نيكست انتجر، يعني عايز يعمل سيلينج مش عايز يعمل فلور. الراوند بتعمل فلور، فهو كده عايز يعمل سيلينج. في فانكشن ريفرس فانكشن اسمها سيلينج في السيكوال نقدر نستخدمها عشان نعمل الكلام ده. فده مفهوم المسألة ببساطة. يعني المسألة ان شاء الله ايه كفكرة جديدة، وان شاء الله نحلها مع بعض دلوقتي. يلا بسم الله. اول حاجة هنعمل سيلكت، وزي ما قلنا هو عايز يعمل سيلينج، فخلينا نعمل الريفرسد فانكشن اسمها سيل اللي هي بتودي للنكست انتجر. يعني مثلا لو جاب لو الافريج سالري طلع 24.6، فالبوينت 6 دي تتحول لواحد، فبدل 24.6 تبقى 25 تمام. فده معنى السيلينج يا شباب، يعني 24.6 تتحول معايا ل 25. هنقول select ceiling، بعد كده الفانكشن في reverse function اسمها average. أول حاجة هنحسب الصح، فهنديله الكولوم اللي هو salary تمام. الكولوم اهو اسمه اهو salary، دي الكولومز بتاعه وده التيبل تمام. فهنحسب السالري الاكشوال او القيمة الصح ناقص الميس كالكوليشن، ناقص الميس كالكوليشن. فالميس كالكوليشن برضه هنحسبها، نحسب الافريج. بس عايزين يا شباب نشيل زي ما قلنا كده، لو انا عندي 2000، لو انا عندي قصدي 2200 مثلا، فتتحول ل 22. لو عندي 2000، واحد بيقبض 2000 تتحول ل 2 بس عشان هنشيل الاصفار تمام. فاحنا عايزين كويري او فانكشن تشيل لي الايه الاصفار من اي فاليو موجوده في الجدول اللي اسمه سالري. ففي فانكشن اسمها ريبليس، بكل بساطه هنديها الكولوم اللي اسمه سالري، بعد كده هنحدد ايه اللي انت عايز تعمله ريبليس. عايز يعمل ريبليس لزيرو، وبعد كده بتقول له هتريبليس القيمه دي بايه، فهسيبها له فاضية. يعني هعمل سنجل كوتيشن كده سيبها له فاضية، معناه ان انت ما تعملش ريبليس بأي حاجة، يعني انت بس شيلهم، شيل الزيروهات دي من الفاليوز اللي موجودة في السالري، وما تعملش بدلها أي رقم أو ما تضيفش أي رقم مكانها. وبعد كده يعني تعتبر كده الكوري بتاعتنا خلصت. نكتب فروم اسم الجدول بتاعنا اللي هو الامبلوي، وبنتست أول حاجة على الران كود اللي هو تيست كيس زيرو، فالحمد لله طلع ايه اجابه صح. عشان نتاكد ان الاجابه بتاعتنا صح لازم نعمل سبمت كود ويظهر لنا ايه سكسس، فالحمد لله برضو ايه الحمد لله ظهر لنا كومبايلر ماسك سكسس، فكده المساله بتاعتنا الحمد لله اتحلت صح. هراجع عليها عشان المساله فكرتها جديده شويه عن باقي المسائل وفيها يعني حبه شغل. احنا عملنا ايه يا شباب في الكويري بتاعتنا؟ هو قال لي عايز راوند ات اب تو نيكست انتجر، فعشان كده عملت سي، غير كده كنت هشتغل راوند زي ما كنت بعمل عادي تو ذا 4 ديسيمال تو ذا 2 ديسيمال. فراوند ايه كانت هتشتغل كويس، بس هنا عايز ايه، عايز لا راوند ات اب، يعني عايزها ايه الرقم اللي فوق الرقم اللي موجود حاليا لو في بوينت اكتر من بوينت 5. طيب
وبعد كده حسبت الاكشوال سالري صح اللي هو الافريج سالري ناقص المس كالكوليتد سالري اللي هي حسبته سامانتا. ده جبته ازاي؟ عملت افريج، والقيمه اللي هتي الفانكشن هترجعها بتاعت الريبليس هي دي اللي هيحصل عليها الافريج يا شباب، هي دي اللي هيحصل عليها الافريج والكالكوليشن. فدي تعتبر نفس ايه الكيبورد، او بنعمل سيموليت للكيبورد اللي كان مش شغال كويس مع سامانتا. بعد كده بكتب اسم الجدول. فدي ببساطة الكويري بتاعتنا بقى. اتمنى بإذن الله تعالى يبقى فيديو مفيد وحضراتكم استفدتوا منه. لا تنسونا مصالح الدعاء، محتاجين دعائكم بشدة، ولا تنسوا صالح الدعاء لصالح اخواننا في غزة، ربنا ينصرهم وينصرنا على أعدائنا بإذن الله تعالى، ويفك أسراهم ويشفي مرضاهم بإذن الله تعالى، ويحتسبهم عند الله شهداء بإذن الله، بإذن الله بالتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.